يعد القولون العصبي هو حالة شائعة، حيث تختل انقباضات القولون الدافعة للفضلات فتصبح غير منتظمة، مما يؤدي لأعراض مثل الإسهال، يتناوب عادة مع فترات من الإمساك والانتفاخ والمغص وعدم الارتياح في منطقة البطن. على الرغم من ذلك، لا توجد أي مشكلة مرضية أو عضوية. هذا ما يميز حالة القولون العصبي عن الحالات المرضية الأخرى التي تصيب القولون. هذه الحالة ترتبط في كثير من الأحيان بالتوتر والعصبية والضغوط النفسية التي تنعكس آثارها عند بعض الناس بدرجة كبيرة على وظائف أمعائهم. لعلاج هذه الحالة عليك بالآتي: زود أمعائك بالبكتيريا الصديقة لجعل بيئة القولون أكثر صحة. زود قولونك بالبكتيريا النافعة الصديقة المعروفة باسم لاكتوباسيلاس، والتي توجد في الزبادي الحي وتوجد كذلك في صورة مستحضرات طبية. إن توافر هذه البكتيريا يقلل من الانتفاخ والعفونة ويحسن من حالة القولون بصفة عامة. تخير غذائك بعناية، فلا توجد قاعدة غذائية تناسب كل مرضى القولون العصبي، لكن من الملاحظ أن كثيرا من المرضى يعانون من متاعب القولون عند تناول البقوليات والحبوب مثل فول التدميس واللوبيا والفاصوليا الناشفة، وكذلك بعض الخضروات الغنية بالألياف مثل القرنبيط والكرنب والفلفل الرومي. فإذا كنت واحدا من هؤلاء فقلل أو تجنب من تناول هذه الأغذية. وعلى الرغم من أن هذه النوعية من الأغذية المثيرة للمتاعب أحيانا تعد من الأغذية الغنية بالألياف، إلا أننا في نفس الوقت ننصح بالاهتمام بتناول الألياف لأنها تساعد على انتظام حركة القولون وتماسك كتلة البراز. ولكن هناك بدائل غذائية غنية بالألياف قد تكون أكثر احتمالا مثل الشوفان، حيث يحتوي على ألياف تعمل على انزلاق الفضلات وتلطف من جدار القولون المتهيج المضطرب لاحتوائه على مواد تعمل مثل الغراء. كما يعتبر الخبز الأسمر نسبة جيدة من الألياف التي تتوافر في الردة وهي النخالة، فتمسك على قدر الإمكان بتوفير الألياف في غذائك إلى حد لا يصيبك بمتاعب. هدئ القولون العصبي بالأعشاب. إن البابونج من أفضل الأعشاب لحالة القولون العصبي، حيث يقاوم الانتفاخ ويساعد على استرخاء عضلات القولون المتوترة مما يخفف المغص. ويمكن الحصول على تأثير أقوى بعمل مزيج من شاي البابونج والشمر وحشيشة الدينار. اشرب النعناع البلدي. يحتوي النعناع البلدي بصفة خاصة على زيت غني بالمركبات المهدئة والمضادة للتقلص والمساعدة في مقاومة الانتفاخ. انقع مقدار ملعقتين من أوراق النعناع المجفف أو الأوراق الخضراء الطازجة في مقدار كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق. تناول هذا الكوب 3 مرات أثناء نوبات القولون. لاحظ أن زيت النعناع يدخل ضمن تركيب لبعض العقاقير الخاصة بالقولون العصبي، لكن ثبت أن استعمال النعناع في صورته الطبيعية أقوى تأثيرا عنه في صورته الاصطناعية المجهزة.